أذهب إلى ضيفي سيادة النائب سليمان وهدان. سيادة النائب خليني أتكلم مع حضرتك فيما يتعلق بمجلس النواب، إيه أهم الملفات، أهم القضايا التي ستكون على رأس أولويات المجلس؟ شوف حضرتك، احنا طبعا في أجندة تشريعية في مجلس النواب موجودة، في احنا عندنا مشروع ذات أهمية، يمكن بسجل يمكن بشرة لكل القانون التصالح اللي موجود مخالفات البناء، وده يمكن فيه حوالي 2,600,000 طلب موجودين. القانون القديم كان فيه مشكلة، فيه عوائق كثيرة جدا جدا، تقريبا حوالي يمكن 16 أو 17 صحيح. جهة محتاج ان انت توفق، فكان فيه صعوبة كبيرة جدا. هذا القانون سيتم تخليصه لثلاث مراحل أو أربع خطوات ويتم الانتهاء من التصالح، وده يمكن ده مشكلة كبيرة جدا، عاملة عبء نفسي وعبء كبير جدا على المواطنين، وده هيكون له دور كبير جدا في ان احنا نقفل هذا الملف تماما ونبدا نشوف بقى، لان ده معطل مشروع الاسكان، القانون الاسكان، لان احنا النهارده في معظم المدن ومحتاجين احنا نعمل حيز عمراني وننتهي من الخريطه الكامله، بان يكون في حيز عمراني وتخطيط عمراني لكافه المناطق. يعني من اهم محاور استراتيجيه الدوله، ده هيكون له دور كبير جدا في المرحله القادمه، ويمكن ده هيشيل اثر كبير جدا في بعض الشركات موقوفه او المحلات او لان النهارده كله محدش حصل على الموافقه او المصالحه، فاذا في هناك مشكله كبيره جدا لحوالي 2,500,000 مواطن متقدمين في هذا المشروع القانون دولة تقدم به. كان عندنا برضو مشروع القانون القديم، يمكن في لجنة مشكلة من برئاسة السيد وزير عادل مشكلها لبحث قانون الإيجار القديم، وده يمكن مشكلة يمكن تحدثنا فيها فصل التشريع الأول وفصل التشريع الثاني، وهناك في لغط كثير جدا، لأن هي حساسية هذا الموقف، أن أنت بتعامل مع مواطن ومواطن، واحد صاحب حق والتاني بيتضرر من هذه المشكلة. أيضا في عندنا مشروع قانون العمل، وده مهم جدا جدا لينظم عملية العمل وحق العمال، وهيكون دافع للاستثمار في المرحلة القادمة، لأن تأخر هذا المشروع يمكن له تأثير أيضا في الاستثمار. هذه الموضوعات كلها مرتبطة ب يعني شيء مرتبط بالآخر، فإحنا ده مرتبط بالاستثمار وأيضا الاقتصاد. أيضا عندنا مشروع الرياضة، وده مشروع مهم جدا، في كان عملنا مشروع تقريبا الرياضة في 2017، في مشروع الرياضة يمكن تم مناقشته في مجلس الشيوخ وهيجي مجلس النواب، في موضوعات كثيرة جدا سيبونا نتحدث فيها لهذه المنظومة. الرياضة في مصر محتاجة نظرة كبيرة جدا وتعديل التشريعات الموجودة على أساس تواكب المرحلة القادمة في الرياضة والاستثمار الرياضي وكيفية هذه العملية. أيضا احنا عندنا مشروع الأحوال الشخصية يمكن على أجندة تشريع مجلس النواب، وده يمكن هيبقى ليه شقين، سواء في ذوي القاصرات او الحضانه او في يعني هذا المشروع سيكون ليه كم شق يعالج مشاكل اجتماعيه كثيره جدا. ايضا قانون مصر الرقميه، وده يمكن امر مهم جدا ان احنا يتعمل مشروع قانون على اساس نكون قوه دافعه لتنفيذ المخطط او الاستراتيجيه اللي عملها سياده الرئيس، ان احنا يكون عندنا مصر رقميه في كل المناطق، وتنتشر هذه المنطقة هذا القانون أو مصر الرقمية لكافة ربوع مصر، سواء المراكز أو القرى، وتعميم هذا الموضوع.